كبدت المعارك المستمرة وضربات تحالف دعم الشرعية في محافظة الجوف ومناطق نهم وصرواح الميليشيات الحوثية الانقلابية العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني، حيث أفادت مصادر عسكرية أن ضربة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة المحزمات بمحافظة الجوف، وأدت إلى مقتل عدد من قادة الميليشيات الميدانية كانوا على متن عربة عسكرية. وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة في جبهة نهم البوابة الشرقية لصنعاء، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولات الإنقلابيين التسلل إلى جبهة نهم، وتم صدهم وتكبيدهم خسائر كبيرة. احتدمت المواجهات بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة وميليشيات الحوثي بجبهات مديرية قعطبة شمال غرب الضالع. أكد مصدر عسكري أن مواجهات شرسة خاضتها القوات المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة باب غلق شمال الفاخر غرب مديرية قعطبة، وكسرت القوات المشتركة تسللا حوثيا نحو باب غلق استخدمت فيه الميليشيات الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة بتغطية للسلاح المدفعية. وبحسب المصدر أن المواجهات أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح. أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة التسلل لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة البيضاء. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة التسلل لميليشيات الحوثي المتمردة في جبهة الحبج بمديرية الزاهر. وأضافت المصادر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة ميليشيات الحوثي التسلل نحو وادي جاحور بعد مواجهات عنيفة، وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية بينهم قائد المجموعة المدعو أبو العز. لقي 8 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة التعز. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للميليشيات في جبهة الصياح بعد مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 8 من الحوثيين وإصابة آخرين. دمرت القوات المشتركة في الساحل الغربي مدفعية وفجرت مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بمديرية الدريهم بمحافظة الحديدة، كما ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها جبهات القتال. وأفاد المصدر العسكري بأن مدفعية القوات المشتركة دمرت مربض مدفعية مستحدث استخدمته الميليشيات الحوثية خلال محاولتها فك الحصار عن عناصرها في بعض الأحياء داخل المدينة، كما تم تفجير مخزن أسلحة للميليشيات في محيط الموقع المستهدف، ويعد هذا ثاني مخزن للميليشيات يتم تدميره خلال أسبوعين في ذات الجبهة. وأكد المصدر أن العشرات من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح مع بدء الاشتباكات.